خبر مفاجئ ومؤسف أثار الحزن والاستياء لدى الكثير من المتابعين والمشاهدين في الأردن على خلفية القرار غير المتوقع الذي اتخذته المذيعة الأردنية، والتي قررت على ما يبدو أن تتخذ مساراً مختلفاً لحياتها غير الذي اعتاده الجمهور في السنوات الماضية. فماذا فعلت؟ قررت المذيعة الأردنية المشهورة أن تودع جمهورها الذي ينتظرها كل صباح في إطلالتها بالبرنامج المميز والذي تقدمه على إحدى الشاشات الفضائية المعروفة في المملكة، وعلى إثر ذلك سادت حالة من الحزن والتفاعل بين رواد السوشيال ميديا وسط تساؤلات عن السبب الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار المفاجئ، حيث قررت الإعلامية ميس النوباني أن تقلل من عدد مرات ظهورها على شاشة التلفزيون، حيث انضمت إلى فريق برنامج حلوة يا دنيا الذي تبثه إحدى القنوات الفضائية المعروفة لتظهر كل يوم جمعة في 9 صباحا فقط، وذلك بعد سنوات من عملها ببرنامج دنيا يا دنيا الصباحية. وودعت النوباني التي باشرت العمل في القناة الفضائية منذ انطلاقتها مطلع 2011 مشاهدي البرنامج قبل عدة أيام، حيث كشفت أنها ستظهر صباح يوم الجمعة فقط من كل أسبوع في برنامج حلوة يا دنيا برفقة الإعلامية فؤاد الكرشة، بعدما ودعت الإعلامية رهف صوالحة التي كانت تشارك الكرشة تقديم البرنامج مشاهديها. والنوباني واحدة من نجوم الشاشة الأردنية، وهي ابنة الفنان القدير زهير النوباني، ولها الكثير من المساهمات على الصعيد الإعلامي والمجتمعي. ودنيا يا دنيا هو برنامج صباحي يبث يوميا على إحدى القنوات الفضائية الأردنية، ويتم عرضه من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً، ويخاطب خلالها الأسرة الأردنية والعربية بصورة رئيسية ومن خلال فقرات متنوعة. أما برنامج حلوة يا دنيا فتبثه القناة الفضائية عند 9 صباحاً من كل يوم جمعة، ويستضيف العديد من الشخصيات المؤثرة محلياً وعربياً وعالمياً، كما أنه يتضمن تقارير خاصة من الأردن والدول المجاورة. وعلى إثر القرار المفاجئ الذي كشفته عنها ميس النوباني، تفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا حيث عبروا عن اندهاشهم من القرار الجديد، والذي بحسب كلامهم سيكون بداية لاختفاء المذيعة المشهورة، خصوصا وأن البرنامج الذي ستؤديه سيكون لمرة واحدة فقط في الأسبوع بعدما كانت تطل عليهم 6 أيام في الأسبوع، وكذلك ستظهر في وقت تكون فيه مشاهدات التلفزيون في أدنى مستوياتها، لأنه من المعروف أنه في صباح يوم الجمعة يكون يوم إجازة، ويميل أغلب الناس إلى النوم لمدة أطول في ذلك الوقت، وهو ما يعني أن المذيعة ستحظى بنسب مشاهدة منخفضة للغاية. فهل تعتقد أن هذا القرار سيكون بداية لانسحاب المذيعة المحبوبة من الظهور على الشاشة الصغيرة؟